بابتسامات عارضة تتبادل التحية مع مختلف موظفي ورش إعداد سد فاسك الواقع على بعد 36 كيلومترا شرق مدينة جولميم، والذين اعتادوا على رؤيتها كل يوم عمل. تمتاز المهندسة المدنية إيمان شاط التي تخرجت من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة سنة 2014 بقدرتها على اقتراح الحلول على رؤسائها لمجموعة من المشاكل وانضباطها وتفانيها في إنجاز الأعمال الموكولة إليها، الشيء الذي جعلها تحظى بتقدير واحترام الجميع ممن تشتغل معهم في هذا الورش التنموي الهام. إيمان الشاد مهندسة مدنية مكلفة بتتبع الأشغال بإعداد سد فاسك، متزوجة وأم لطفل ذو 3 سنوات. كوني امرأة مغربية أفتخر كل الافتخار بانتمائي إلى فريق العمل الذي يسهر على إعداد أكبر سد في المناطق الجنوبية، والذي يدخل ضمن نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية الموقع أمام أنظار صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. وبهذه المناسبة التي تصادف اليوم العالمي للمرأة، أستغل الفرصة لأوجه تحية حب ومحبة وتقدير لكل النساء المغربيات المكافحات، سواء ربات البيوت أو النساء العاملات. أوجه الشكر للأم ديالي، وأستغل الفرصة كذلك لأتقدم بالشكر لزملائي داخل فريق العمل اللي بالفضل ديالهم استطعت ندمج بكل سهولة داخل المجموعة، خاصة الرئيس ديالي سي عبد الكريم أي تهداد، وكنشكرهم على هذه الالتفاتة الطيبة في حقي. ونشكر كذلك الفريق الصحفي ديالكم، وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على دور المرأة داخل المجتمع وداخل المؤسسات المغربية وأوراش العمل. تجربة مهنية ذات نجاعة وفعالية تتطلب منها النزول للميدان للمتابعة والإشراف بشكل شخصي على الأعمال الإنشائية كالحفر والخرسانة والحقن. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، لا يمكنني إلا أن أحيي المرأة على الصعيد العالمي، وخاصة المرأة المغربية، على الصبر ديالها وعلى الكفاءة والقدرات ديالها. المرأة اللي هي الأم، اللي هي الزوجة، اللي هي الأخت، اللي هي البنت، اللي كتعطي من جميع الجهات من أجل إسعاد لا الزوج لا الأبناء لا كلش. ومن بين طاقم اللي كيشتغل معنا حاليا، احنا تقريبا 10 ديال الكوادر من المهندسين معنا، الأخت مدام نشاط إيمان اللي هي مهندسة متدربة، والتي أبانت ولله الحمد عن قدرة المرأة المغربية على تحمل الصعاب رغم الإكراهات الزوجية، ممكن الشغل ديال الدار زيد على الشغل ديال العمل، إلى أنها أبانت على الانضباط وسلوك عالي، أخلاقية عالية، وتتبع في الميدان تتبع اليومي عن كتب. وهذا كيبين بأن المرأة المغربية ولله الحمد في جميع الميادين، ليس في الهندسة فقط وإن في جميع الميادين، في الطب، في مرة تقنية، في التعليم، في جميع الميادين، في القضاء، في أي كذا، إن المرأة الحمد لله أبانت على القدرة، وبدون تنكر أنها في بعض الميادين تفوق الرجال في الكفاءة وفي الانضباط. إيمان نشاط نموذج للمرأة المغربية التي ساهمت جنبا إلى جنب مع الرجل في إنجاح الأوراش الكبرى بالمملكة. فعلى الرغم من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها، إلا أنها تحاول الموازنة بين حياتها الشخصية كزوجة وأم وحياتها المهنية لبلوغ مرادها وهدم الصورة النمطية في مجتمع ذكوري تسيطر على أفكاره نظرة دونية لها وإلى منجزاتها.